حضرتك صح، حضرتك بتقول صادق ولا صادق؟ انا فكرت حضرتك بتتكلم على موضوع تاني خالص. ده كان عنوان، كان عنوان النهارده موقع أيوة. موقع عالمي النهارده والله قال لك صادق ولا صادق غرائب كره القدم في مصر. نادي يعين مدرب ويقيله بعد 180 بعد 130 دقيقه. 270 اسماعيلي 270 دقيقه بالظبط. فقريت الخبر ده لقيت والله العظيم خبر، يعني خبر متاخد من وكاله، من وكاله انباء عالميه، وجايبه موقع العالم، جايبينه ده واحد من ضمن المواقف الطريفه وحاطينه في صفحه رئيسيه ان في نادي اسرع اقاله في التاريخ. ليه؟ ليه حصل؟ اسماعيلي احنا فوجئنا ان الاسماعيلي زي ما اعلن ان التعاقد مع مدرب ونزل فيديو للمدرب، يعني نزل فيديو للمدرب واحتفالات واشاده بالمدير الفني فخلاص نمنع على ان الاسماعيلي تعاقد مع مدير فني برتغالي والكلام ده كله، والراجل ده اضافه كبيره للكره المصريه ونقلة نوعية في نادي الإسماعيلي. فقلنا كويس، صحينا النهارده الصبح على خبر إن النادي الإسماعيلي أقل مدرب. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ طب إيه السبب؟ إيه اختلفوا؟ طب بعد اختلفوا إزاي؟ ده الراجل وقع. طب إيه؟ قال لك فسخ التعاقد. ليه؟ قال لك عشان خاطر الجماهير مش عاجباها. الجماهير مش عاجباها، يعني إيه الجماهير مش عاجباها؟ طب الجماهير انتقدت، قال لك يحيى الكومي يقول لك الجماهير انتقدت المدرب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة النادي. طب بناء على إيه انتقدوه؟ وهل النادي وهل الانديه تضرب المدرجات؟ ما لو هتضرب المدرجات يبقى مفيش حد يقعد. يعني احنا خلاص نعمل استفتاء على كل قرار. انت اتعقدت خلاص، يبقى انت عارف خلاص يعني تاريخ الراجل ده ايه وكده. للاسف الشديد يعني انا يعني الخبر ده يعني ملف الكوره في مصر يا كابتن، يعني الخبر ده انا شايف والله العظيم دي اسرع اقاله، دي اسرع اقاله في التاريخ. يعني لا ده حطوه في غرابه وتسبق الخبر مثبت عندهم علشان وعامل اعلى قراءات في العالم، عامل اعلى قراءات لانه عاملينه بثلاث لغات، عربي وانجليزي وفرنساوي. نعم عامل اعلى قراءات والناس مثبتين الصوره، وبعد كده حتى بيقول لك لسبب مضحك وغريب. يعني انا مش عارف والله، يعني انا لو رئيس نادي الاسماعيلي وشفت وكاله انباء بتقول عليا كده وبتقول على النادي كده، انا بجد هكون حزين. يعني ازاي اسمح لان النادي بتاعي يتعرض لسخريه عالميه؟ يعني نعم. بجد سخريه عالميه بجد والله. وانا والله يعني مش عارف لو لا اصل انت الجمهور كمان لما تيجي السبب انه الجمهور ما شافش المدرب، ما يعرفش عنه حاجه لسه. بس حتى بصح التجربه حتى في مصر سابقا مثلا نحكم عليه يقول لك مثلا ده ما جاش مصر عمره، يعني لا يعني ما فشلش ما فشلش في الدوري المصري، ما فشلش مع نادي عربي، ما هبطش مثلا راح ضرب مثلا في المغرب والمدرب. لا السي في بتاعه ما فيهوش غير بنفيكا وانديه كده في طيب يعني. نعم طول ما الهواه والمتطوعين بيديروا عمل احترافي هيفضل حال الكره في مصر. الوكلاء ضيف عليهم الوكلاء، سيبك من الوكلاء ده قصه ثانيه، اصل دي قصه ثانيه. الهواه والمتطوعين يعني معلش مين هيحاسب مجلس اداره نادي هنفرض اذا هو استجاب للجمهور؟ لا لا اذا كان قراراته كده بس بعيدا عن الاسماعيلي يعني اي نادي مين هيحاسبه؟ انت لما تيجي تحاسبه يقول لك ده انا متطوع أو يعني انا بشتغل تطوع دي مش شغلتي، ما باخدش فلوس. طب حضرتك انا بصرف على النادي، طب حضرتك بتسعى للمنصب ده ليه؟ يعني حضرتك بتسعى للمنصب ده ليه؟ وبتخش الانتخابات وبتصرف في الانتخابات ودعايه والكلام ده، بتسعى له ليه لما هو انت مش قادر تدير او انت متطوع او انت هاوي؟ فهو طول